بسم الله. النهارده قعدنا مع حازم حسين، طالب في اولى طب برضه، عايزين نستفيد منه. طالب في الدراسه جد يعني، ومجتهد وبيسمع الكلام ومطيع، وبالذات في الفتره الاخيره كان بيحل امتحانات كتير. بعيد عن الدراسه دمه خفيف جدا، والواحد بيحب يقعد معاه كتير يعني، حتى بعد الثانويه كتير يعني. لسه امبارح كنا قاعدين مع بعض، عايزين نشوف النصائح حازم لطلبه الثانويه السنه دي هتكون ايه. يلا مع بعض. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا حازم حسين، دفعه طب المنيا 2020، مجموع 98.9. حابب بس اتكلم معاكم عن فكره الثانويه العامه شويه. طبعا يا كابتن، اكيد اللي مسيطر عليك حاليا هو فكره الخوف والتوتر، واكيد بتحسبها. ده اللي كان حصل معايا انا برضو السنه اللي فاتت، كان فكره ان انت مضيع وقتك، بدل ما انت بتذاكر، بدل ما انت قاعد بتعمل جدول بتنظم امورك، لا، انت كل في دماغك حاليا فكره الخوف، فكره ان انا لو ما وصلتش، ان انا لو ما حلتش، لو لا قدر الله حصلت حاجه. دي مشكلة يعني بالنسبة لي، هي من أكبر المشاكل. مش في الفكرة حاليا، مش فكرة مذاكرة، أكيد أنت بتذاكر وأكيد أنت تأقلمت على فكرة المذاكرة وعرفت طريقة مذاكرتك. الفكرة إن أنت تحاول إن أنت بس تشيل الأفكار السلبية على قد ما تقدر. أنا عارف إنه هيكون صعب شوية وكله بيخاف، وأنا كنت قسم السنة وسنتين، وفي السنتين برضو كنت خايف، بس أعتقد يعني إن أنا حاولت أتملك نفسي شوية، وإن أنت تقدر تسيطر على نفسك بحيث إن أنت تكون ما تضيعش وقتك في فكرة الخوف. حاول تكون واثق في ربنا، واثق في نفسك، واثق في ربنا ان هو مستحيل هيضيع تعبك، مستحيل ربنا هيضيع كل المذاكره وحل الامتحانات والمواصلات وقله النوم وكل الحاجات اللي انت عملتها دي، يعني مستحيل ربنا هيضيعها لك. مش معنى ان انت ما دخلتش الكليه اللي انت نفسك فيها فانت كده حلمك راح. انا فاهم ان انت فاهم الكلام ده، بس بحاول اقوله لك تاني، انت خليك واثق ان يعني ربنا شايل لك الاحسن. مش شرط الاحسن ده في الكليه اللي انت بتختارها، هو ربنا ليه حسابات تاني. خليك واثق يعني في نفسك، واثق ان انت تعبت، واثق ان انت تقدر تحل. ملهاش علاقه بفكره ان انت مثلا قبل كده كنت محلتش ولا امتحان فيزياء، او كنت بتنقص عند مدرس الكيمياء. انا في ثالثه اعدادي جايب 246.5 من 300، ما كنتش هدخل ثانويه عامه اصلا بسبب فكره ان لازم يدخل ثانويه عامه يكون جايب ما يقلش عن 270 280. فهي الفكره في كلها ان انت بتقعد تحسب لها، وان الواحد ليه حسابات تاني خالص. يعني احنا كنا بنحسبها، انا برضو كنت بحسبها انا والشله واصحابي، اللي هو فكره هم معروفين 5 6 اللي يدخل مثلا من الكليات المعينه دي، واحنا مش هنوصل. ومع ذلك يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نمسك نفسنا شويه، قدرنا ان احنا نكون واثقين في نفسنا واثقين في ربنا، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا. فانت تخليك واثق في نفسك، وبلاش تضيع فكره، بلاش تضيع وقتك في التفكير ايه اللي هيحصل بعد كده، وتفائل خير، يعني تفائلوا بالخير تجدوه. بالنسبة لظروفك ومشاكلك، مشاكل الدروس والمذاكرة وكل حاجة، فانت كل طالب بيسمعني للوقت مشاكله غير التاني. يعني انا مستحيل اقول حاجة تمشي مع الكل، فالحل ان انت تسأل يا كابتن. انت انا برضو كنت بعمل كده، انا كان ظروفي اللي جنبي كان ممكن مذاكر احياء، انا مذاكر احياء، مش مذاكر احياء، انا مذاكر احياء بس مش مذاكر جيولوجيا، التاني مش مذاكر كيمياء، مش مظبط اموره، في اللي مخلص في اللي مش مخلص. فالحل ان انت تسأل، مش هتخسر حاجة يا كابتن لما تسأل مثلا واحد سبقك قبل كده، تسأل هو عامل ايه. حتى لو ما سبقكش مش شرط يكون طالب في الثانويه العامه، ممكن المدرس بتاعك، مش شرط كمان الطالب، لو هتسأل طالب لازم يكون جايب 100% في الثانويه العامه. بالعكس، انا دول مش بيركزوا على السلبيات اكتر، لان عارفين بقى في الناس اللي متابعه الماتشات لما فريق بيكسب، اللي هو ما حدش بيركز ايه اللي حصل في الماتش، انما لما فريق بيخسر بيقعدوا يركزوا ويحللوا. فانا اعتقد يعني انا اتبعت، خدت بالي من النقطه دي، لان انا فعلا كان اكتر ناس بتنصحني هم الناس اللي ما دخلتش كليه قمه، هم اللي كانوا بيفيدوني فعلا. فالحل يا كابتن معاك ان انت تسال، ما تتكسفش، هو كلها شهر اللي قاعد على الامتحانات، ما تتكسفش ان انت تسال او تتكابر او تحرج، خلاص كلها شهر يعني، تعالى على نفسك شويه كده وحاول تشد مع نفسك. زي ما قلت لك، ما تخافش، ما تضيعش وقتك في الخوف، لان الخوف كده كده هتمتحن يا كابتن بعد شهر، سواء كنت مذاكر، سواء كنت مش مذاكر، سواء كنت خايف، سواء كنت مش خايف. فبلاش تضيع وقتك في فكره الخوف، وغير جو، غير المكان اللي انت تقعد فيه، حاول تكسر الروتين، عشان رهبه الامتحانات والخوف اللي عندك ده يعني يضيع باذن الله ويقل. في قلت لك برضو انت تركز على فكره السؤال، وانت تسال، بلاش يا كابتن يعني تكسل. فعلا السؤال بيفيد جامد، وانا جربت ده فعلا، اسال اي حد، اسال ما تتكسفش. طبعا في الاخير حابب اشكر ميسي ومحمود على الفرصه العظيمه دي، انا شكرته على المستوى الشخصي بيني وبينه، على المجهود اللي عمله معايا، وعلى المستوى الشخصي، وعلى المجهود الجبار اللي عمله مع الدفعه بتاعتنا.
حابب اشكره كمان على الافاده العظيمه اللي هو حابب يقدمها للطلبه دي، وان هو عامل فيديو لكل الطلبه مش للناس معينه. حابب اشكره جامد، لان يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته باذن الله. والسلام عليكم.